كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كطريق عمل مكون من أطباء وطاقم شبه طبي تقدموا نداء لساكنة طنجة. الله يجازيكم بخير، احترموا الحج الصحي ولا اللي خرج لي الضرورة، وما يحترم قوانين الخروج وما ما يتزاحمش، يحترم المسافة القانونية الصحية ولا القانونية، ويقدر التضحيات اللي احنا مقدمين. احنا ما تنشوفوش وليداتنا اكثر من شهر، ما تنشوفوش عائلتنا ووالدينا، محتاجين نخليهم وجايين نخدموا خدمه ساكنه، خدمه مواطنين. هذا واجب وطني، ولكن هما يقدروا التضحيه ديالنا. الله يجزيهم بخير، احترام الحج الصحي، لان راه حنا وصلنا الاعداد مهمله باش نحسوا، باش ما نتحبطوش، ما نحسوش بالاحباط، اننا خدامين مع ناس واعيين وتيقدروا لي زيفور اللي حنا دايرين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.